السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير. حطنا هالهدف القصد فقط تجارب لا اكثر ولا اقل، تقريبا مسافة 840. ان شاء الله انه ما يعرض لنا شيء، لا مو 940، اذكرها 840 حولها. بنجرب ان شاء الله باذن الله عز وجل، ولو ان علينا والله هواء زي ما تشوفون، تجربة قبل تغيب الشمس، بشتاير وبننزلها ان شاء الله باذن الله بكاميرا النيكون، هو عسى بس ما تخرب مثل ذاك اليوم، وان شاء الله انه ما يصير لنا ظرف يوقف التصوير. والله يسعدكم، الله يمسيكم بالخير. اليوم معنا رماية بشتاير 223 وعلى المسافة تقريبا 840. لا 840، المسافة 840، وبنكمل التصوير من النيكون الكاميرا. سرعة الرياح 10-11 متذبذبة. يا مسهل، هذه بلاطتنا، بنبعد شوي عشان الزوم. والله يسر الهواء عند الهدف، ما ادري كم بالضبط وزننا، وزن يعني مبدئي، وان شاء الله باذن الله تضبط الامور، وما ضبطت عدلنا الكليكات. طبعا نقول بسم الله ويا مسهل. فوقها بننزل تكة ونشوف. انزل تكة ثانية لازالت فوقها. شكل الطلقة هذه عرضت، لكن عادي ان شاء الله انها ما تأثرت. يا سلام، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله لا قوة الا بالله. 840 المسافة، 840، ما شاء الله تبارك الرحمن. افلح من ذكر الله يا اخوان، افلح من ذكر الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذه البندق اللي هي شتاير البروفارمنت، والذخيرة 75 الهرنادي.